نجى القيادي المؤتمري وكيل محافظة أب عبد العزيز الوائلي من محاولة اغتيال نفذها مسلحون، وذلك حين أفادت مصادر محلية أن مسلحين هاجموا منزل الوكيل الوائلي وأطلقوا الأعيرة النارية بشكل كثيف، كما ألقى أحد المسلحين قنبلة وأسفرت عن جرح 5 أشخاص. وفي سياق متصل تعرض نائب مدير الأمن السياسي بالمحافظة العقيد صالح الشعري لمحاولة اغتيال يشتبه تورط عناصر إرهابية فيه، وأطلق مسلحون الرصاص على سيارة المسؤول الأمني حينما كان في مهمة أمنية رسمية بمديرية السدة. أقدام عصابة مسلحة اليوم محاولة اقتحام منزل الشيخ عبد العزيز الوائلي وكيل محافظة اب مع مجموعة مسلحة، حاول احدهم دخول المنزل والاخرين كانوا متربصين بجوار المنزل ومجهز بالقنبلة محاولة القائها، وعند الاشتباه به منعناه من الدخول فقاوم واخرجنا الى خارج المنزل، قاوم بشدة ثم قام بإلقاء القنبلة وتفجيرها علينا، ولولا ستر الله كان هناك كثير من الضحايا. أما البقية الذي كانوا متواجدين معه فقاموا بإطلاق الرصاص من الخلف ولاذوا بالفرار، حاولنا أن نعرف منهم ولكن لم نستطع الوصول إليهم. الشخص الذي ألقى القنبلة ألقينا القبض عليه وسلمنا للجهات الأمنية. قتل 5 من الحوثيين وجرح عدد آخر.